خمس مودات راح تفيدك في لعبة ماينكرافت. وأول مود عندنا مود المصعد، وهيك ينصنع. فكرت أن تحط بلوكة جواك وبلوكة فوقك، ومن تجي عليه راح ديك فوق وتشفد وديك جوا. ومود الثاني عندنا مود الآيوت. فكرة المود أنه هي تجمع كل الأدوات بأداة وحدة، وهذا مثال من الآيوت. ومود الثالث وهو مود الأثاث، وعندك كرافتن تيبل خاص بالأثاث وهيك ينصنع، وهاي كل الأثاث اللي بيها. ومود الرابع والخامس مشتركين، وهو مود السيارات ومود الطرق أو الشوارع. ومود السيارات بها أربع مركبات، واللي هو الجيب والفورمولا 1 والدراجة الصغيرة، وهيك ينفتح مثل ما تشوفون باحترافية مثل مود البي سي. وما يشتغل السيارات إلا بالبنزين، والبنزين يحتاج بلوكة فحم واندر بيرل وبليز رود وجلوستون باودر، وتنتظر شوية لين ما يصير عندك بنزين، وتجي من السيارات وتحط له فيول فيول وفيول. ونجي للمود الطرق والشوارع. والشارع الطبيعي اللي بدون خطوط ايش ينصنع؟ الكابلستون وستون. راح ينطيك هاي البلوكة، وجيب هاي البلوكة تحط له بستون كتر، راح يطلع لك كل الاشكال وهيك عرفت.